الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر. ضر الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف لنا وش حنصفها وكفيها. الله الله يا رامحين على مصرمين، يبعد سلامك كلمتين يا هلا الله. واشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أزهر العلماء تفرقهم ما تشاهدنا الله، ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. بدل نقرأه الشيخ فايز سيقرأ علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. من كتاب التوحيد الثانية بشرح مقدمة الأجرومية للإمام محمد بن خلدون عبد الحميد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نقرأ على شيخنا حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. آمين يا رب العالمين. البدل وحكمه. قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع أعرابه. وقول: البدل معناه في اللغة العوض. تقول استبدلت كذا بكذا، وأبدلت كذا من كذا، أي تريد أنك استعطته منه، يعني جئت به عوضا عنه. إذن البدل معناه العوض، ولذلك كان البيع والشراء في الحياة الأولى كان بطريق البدل، يعني تعطيه قمحا وتأخذ منه قماشا. إذن أنت أبدلت القماش بالقمح، يعني أعطيته القمح وبدلته بإيه؟ بقماش، لأنك تريد أن تنتفع بما أخذت، وهو أيضا ينتفع بما أخذ. إذن كل منكم منتفع، الذي أخذ العوض انتفع، والذي أخذ البديل انتفع. إذن البدل معناه إيه؟ العوض. ولذلك عندنا في مصر يقولون: لو أتلف أحد شيئا لا نأخذ منه العوض. العوض يعني إيه؟ البدل. لماذا؟ لأنه يعني أتلفه ربما كان ذلك جبرا عنه، أو من غير أن يأخذ في نفسه أنه سيتلف، فإذا تلف الشيء على يده فلا يصح أن نأخذ العوض. هذا يعني كلام يقوله الناس هنا في مصر من باب التكريم، يعني واحد أخذ ماعونا من أحد الناس لينتفع به ثم يرده إليه فتلف، قال: يا فلان والله أنا أخذت منك الشيء لأنتفع به ولكنه تلف، هل أعطيك بديلا عنه؟ يقول: لا، أنا لا أخذ العوض، لا أخذ إيه؟ العوض. لكن نحن في هذا الوضع نقف، هل هو تلف الشيء عنده بسببه؟ يعني هو الذي أهمل؟ فإن كان مهملا فمن حق صاحب الشيء أن يأخذ البديل. لماذا؟ لأنه ما تلف إلا بالإهمال، طالما تلف بالإهمال إذن يدفع العوض حتى لا يهمل مرة ثانية، إذن هذا تأديب له. أما إذا كان الشيء قد تلف قضاء من الله وقدرا إذن لا يصح أن نأخذ العوض. إذن البدل في معناه اللغوي إيه؟ العوض. نعم، تفضل. وهو في اصطلاح النحويين التابع المقصود بالحكم بلا واسطة،
وحكمه أنه يدفع المبذل منه في أعراب. نعم. على معنى أنه إن كان المبذل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا، نحو حضر إبراهيم أبوك. نعم. أنت حينما تقول حضر إبراهيم ثم تبدل وتقول أبوك، كأنك قلت حضر إبراهيم حضر أبوك، إلا أنك رأيت أن الفعل تكرر، ماذا تصنع؟ يحذف الفعل الثاني اكتفاء بالفعل الايه؟ الأول. والذي بعد الفعل الثاني هو الذي بعد الفعل الأول، إذن الثاني يكون بدلا من الأول، ولذلك قالوا البدل على نية العامل. على نية ايه؟ العامل، يعني على نية ذكر العامل، إلا أنه حذفه اكتفاء بالعامل الأول، اكتفاء بايه؟ بالعامل الأول، لأن العامل الثاني هو عين العامل الأول، طالما أن العامل الثاني هو الأول إذن يكتفى بايه؟ بالأول، وحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، إذن حذف من ايه؟ من الثاني لدلالة الأول عليه. وحكم إعرابه أنه يكون كالأول تماما، يعني الأول مرفوع إذن الثاني يكون ايه؟ مرفوعا، منصوبا يكون منصوبا، مجهورا يكون ايه؟ مجهورا، وهكذا. تفضل. وإن كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا، نحو قابلت إبراهيم أخاك. نعم. وإن كان المبدل منه مخفوضا كان البدل مخفوضا، نحو أعجبتني أخلاق محمد خالك. نعم. وإن كان المبدل منه مجزوما كان البدل مجزوما، نحو من يشكر ربه يسجد له يفوز. من يشكر ربه يسجد له، إذن أنت جعلت الفعل يسجد بدل من إيه؟ من يشكر، لأن الشكر بمعنى السجود، إذن أنت جئت بالفعل الأول في دائرة الشرط، والشرط حكمه إيه؟ الجزم، إذن الذي يبدل منه يكون على نفس إعرابه، الشرط مجزوم، إذا ما أبدل منه يكون أيضا إيه؟ مجزوما. نعم يا سيدي. أنواع البدل. البدل له أنواع، لأنه إما أن يكون بدل كل من كل كما سبق، أو أن يكون البدل بعضا من هذا الكل، أو أن يكون البدل تصحيحا لهذا السابق، فهذه أنواع البدل وسنأتي عليها واحدا بعد الآخر. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضاك منها، وصل الفجر ولذت مصر وحوالينا. الله 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 على الأزهر، الله 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 أكبر أمي.